لقد ذكرت لأحدهم أن الله تعالى لا يوصف بأنه شخص أو أنه زارع، وإنما ذلك من باب الإخبار عن الله تعالى، فقال إن ذلك ليس بصحيح، وذلك أن الإخبار يتضمن وصف المخبر عنه، يعني بذلك أن الله يوصف بأنه شخص. تركه بس، تركه، هذا لعاب ما يدري ولا يدري أنه ما يدري، حسبه عالم، اتركه بس. نعم، أحسن الله عليكم. عليكم أن تقولوا ما قال السلف الصالح وتوقفون عند هذا، لا تبتكروا أشياء. السلف ما قالوا إن الله شخص، ما قالوا إن الله شخص ومن أسمائه الشخص، من قال هذا؟ نعم.